برحيل مدير مجموعة متاجر أونو بوايما متخصصة في بيع منتجات أبل. اليوم كنت واجد في المروكو مول مدينة الدار البيضاء افتتاح المتجر ديالنا رقم 8 في المغرب المتخصص 100% في منتجات أبل. دونك اليوم تنقربوا للزبون البيضاوي أكثر برابع محل في مدينة الدار البيضاء وبالخصوص في مروكو مول. يعني كما كنعرفوا مروكو مول ماشي مركز تجاري ديال البيضاوة بوحدهم وإنما ديال بزاف المدن اللي قريبة الدار البيضاء. دونك كنسيب لي واحد الزبناء اللي ماشي غير في مدينة الدار البيضاء دونك في النواحي ديال مدينة الدار البيضاء أكثر هما والأجانب بالخصوص. دونك هذا المتجر كيتميز بكونه 100% مخصص للمنتوجات ديال أبل. دونك كنلقاو المنتوج الأكثر شهرة اللي هو الآيفون، كنلقاو اللوحات الإلكترونية آيباد، وكنلقاو الحواسيب نقالة لي ماك بوك والحواسيب المكتب اللي هما لي زايماك. بطبيعة الحال كنلقاو يعني رف كامل مخصص للأكسسوارات أبل الأصلية بالإضافة إلى مكملات الأكسسوار، يعني كل ما هو سماعات، كل ما هو دي هو بارلور، يعني مكبرات الصوت ديال لا مارك أبل. بهذا الافتتاح هذا تنكونوا كما قلنا وصلنا لثامن محل أونو بوايما، واللي كنطمحوا إن شاء الله قبل شهر 12/2021 يكونوا عندنا 10 المحلات. دونك مازال عندنا جوج افتتاحات، غيكون واحد ان شاء الله في مدينه مراكش وواحد في مدينه فاس بحلول شهر ديسمبر 2021. كيف ما عودنا الزبناء ديالنا اونو الوعد اللي كتعطيهم هو اولا النصيحه ثم النصيحه. قبل البيع الناس كيجيو عند شركه اونو لان المستخدمين ديال شركه اونو البائعين ديال شركه اونو هما ناس كيعطيو الاولويه النصيحه، هما ناس تلقاو الدورات التكوينيه، هما ناس خبراء في ماركات ابل. يعني ملي كتجي اونو الوعد اللي كنوفيو به هو لو كونساي النصيحه، تشوفوا المتطلبات ديالك الحاجيات ديالك وكنعطيوك المنتوج اللي كيوالم هذاك الشيء. ماشي غير كنبيعوا منتوج ابل، منتوج ابل نقدروا نلقاوه في اي بلاصه ماشي بالضروره عند اونو بوايما، ولكن عند اونو بوايما نكونوا متاكدين ان الزبون غادي يكون كنعطيوه لو برودوي ابل سور يعني على المقاس ديالو. شكرا جزيلا.